بسم الله العظيم الرحمن الرحيم، تدخل بالساكتة؟ ما هو قول صباح الخير، سمعني صوتك. وا قول حاجة. حاجة انتي حوست عليا وش كاين؟ باش تمشي تقذيلي اليوم. هاي اليوم راجلك شاب عرقد وانا نروح نقضي ما نقضيش. وكي تدي الصرف وش نجيب لك؟ اللي معنا ضيف محبوب وانا نحب نفرح بي. وش سخني انا في الضيف؟ جيبي وش نشريك بيهي. شد جيب لي دجاجة كبيرة وبطاطا. بهذا كي نشري لك دجاجة كبيرة ما يفضل لي الصرف بزاف. باجي هيك نقضي واحد. خلاص راني رايح يا خي حالة يا خي. الباجي لتوا لاجي يقوت امشي للمرشي للا جيب لي دجاجة خاطر باش يفضحني قدام الضيف. السلام عليكم. اهلا وسهلا. امشي وين قلت لك؟ اختي نوريا واش راكي مع رمضان صافا؟ الحمد لله شهر فضيل كيما شهر سيدي رمضان وكل لاباس. في هادي راني معاك عندك الحق. اشني احوالك انت واش عامل معاك رمضان؟ الحمد لله كيما انا كيما الناس. الحمد لله باش نفرح بيك وندلك باش نعمل لك طاجين الكباب اليوم تاكل صويبة كرة. الله يحفظك اختي. يا سيدي مرحبا بيك وانتم مرحبا بيكم في كوجين تعشور. اقعدوا معنا باش تشوفوا كيفاش يطيب طاجين الكباب وباش تسمعوا الحديث الحلو زيدا متاع سي بوخلفة الساحلي شنيا اخباره اش عنده جديد. ما تزابيوش انا راجعين. بوخلفة الساحلي مرحبا بيك وشرفتني ونورتني. الله يسلمك اختي العزيزه يعطيك الصحه على الاستضافه هذه قاعده ما شاء الله. عجبتك الكوزينه؟ ما شاء الله واش تحبي نقول لك كاين اكثر من خير هكذا الله يبارك. ان شاء الله زاده تعجبك الماكله. يا اوكان دوت. اليوم انا باش ندلك بطاجين الكباب. الله الله. يعجبك؟ بيان سور. يا باهي طيبوا انت ساعه ولا ما طيبوش؟ انا ما نكذبش عليك انا خاطيني طياب. ايه؟ حضرنا يطيبوا استادير كيما كاع حنا ندخلوا نشموا هكذا نشوفوا شو لا كيوريوزيتي والذوق. ماشي انا ندوق باسكو كون نبدا ندوق يروح لي رمضان دونك نبدا ندوق بالبزاف. لا واش في رمضان مثلا؟ انت من النوع اللي تدخل الكوزينه كي يبداو يطيبوا لك الضغط؟ لا لا انا في غير في رمضان اللي نحب هكذا ندخل الكوزينه سينو في الشهور الاخرين لا ما عنديش طبيعه ندخل باش ناكل ديريكت. هكا هاو. وفي رمضان تاكل وكهو ولا تعاون؟ نعاون هكذا بريباري معاهم زعما لا سالاد ولا مي زعما باش ندير كيما انت ولا كيما دارنا ولا سي امبوسيبل. امبوسيبل باهي. شوف حطينا الزيت داكور باش نحطوا الدجاج نتاعنا اللي باش نفوحوه. اكله سهله اليوم على الاخر تحضر فيسع فيسع سي اون اوكازيونية راني نتعلم معاك. باش نحطوا لها حطوا البصل اذا مقصوص جيد على الاخر. وي اوكي. وباش نحطوا شويه فلفل الكحل صافاني نعرف شويه. اش عندك جديد بوخلفه هذا العام في رمضان؟ كيما هم يشوفوا الناس راني مع عشر العشر بيان سور اللي هو شغل عشر العشر اللي ما نكذبش عليك اختي نوريا انا خدمت بزاف مي البيرسوناج اللي معروف به اللي هو حقرونا في عشر العشر. وعندي تجربة واحدة أخرى تاني بالمناسبة اللي نشكر شركة الإنتاج ويلكوم اللي راني في مسلسل بنت البلد مع كيما يقولوا سي دي ديبيوتون كاين دي زارتيست ديجا كونو دي كوميديان ديجا معروفين واش داروا هذا العام؟ داروا كاستينغ دي نوفيل تيت. أنا معاهم شغل ما مناني نتعلم معاهم إي تو سي أن بليزير فوالا مي سينو عشر العشر أو بليس اللي عندي فيه بزاف الخدمة كيما يقولوا. باهي ممثل كبير يقول هاني نتعلم. كبير كبير لازم تكون لازم تكون عندي كارير. باسكو الكارير كيما يقول كيما قال لي شفيق بركان اللي نحيوها بالمناسبه واحد النهار قصرت معاه على كلمه كارير هذه. الناس تقول كارير عندي كارير صافي دير كي يجي يكمل. صافي دير باغ اكزومبل راني كملت خلاص. عندي 50 سنه في السينما نقدر نقول عندي كارير. كيما دوكا هذا وين بديت ولا ما نقدرش نقول لك انا ممثل كبير ولا ما شغل سا سفي با. سي بور سا قلت كاني نتعلم وانا كل شاك برودوي راح نخدم فيه نتعلم فيه. اي صحيح صحيح. باش ما نكذبوش على الناس بريفير انايا نكون نقول هكذا سي بي سي لا فيريتي نوريا ولا لا لا صحيح. وفي رمضان تخدم انت معناتها تنجم تصور ولا تعمل حاجه في رمضان ولا لا؟ نقدر ولا كانت عندي خدمه شو اوبليجي مي سينو ما نخرجش بزاف من الدار. تخير ترتاح في الدار. نرتاح وانايا نتقلق شويه كي نخرج برا. يغلبني شويه رمضان ما نكذبش عليك اختي. من النوع اللي تحشش. فوالا جو بريفير نقعد في الدار باش نيفيتي مشاكل باش سيامي يجوز لي
أليز. تتنرفز فيه ساعة في كل شيء؟ نقدر نقول لك في أسرع وقت كاع. صارت لك حاجات هكا؟ إيه ترى لي سيرتو كي تكون في الفولون سي نورمال، تما بنادم لازم يتفهم، الناس كاع يكونوا مقلقين، واحد خاصته قهوة، واحد كيما رمضان احنا ما نرقدوش بزاف في الليل والناس تسهر، وبعدين ينوض واحد يروح يعمل يروح للخدمه ديالو، ينوض على 7 تاع الصباح ما يشربش القهوه ديالو، يكون مقلق. سي فري كو هكذا راني اليز باسكو شغل، مي بصح كي تكون مقلق ما تقدرش تشد في الاعصاب تاعك، شغل هكذا هكذا لون دو ريان، عفسه صغيره هكذا تقلقك، ما تندم غير نفطروا ندموا نقولوش حكايه فارغه. هي ما كاين والو ما نحصلوش في رمضان هكذا، سي بسيشيك. اي سهرات رمضان قلت لي سهرات رمضان توا مش كيما قبل، ما عادش فما سهرات كبيره. بكري كانوا سهرات شابين كيما حنايا في هنا في الجزائر، كنا اللي ساكنين حنا في العاصمه كان عندنا نسهروا في سيدي فرج، كان عندنا مسرح هواء الطلق تاع لوراسي، كان عندنا في البريد المركزي كانت الاسبلاناد هذيك كانوا يديبوا فيها المغنيين كيما عبد القادر شاعوري يحيوها بالمناسبه، قروابي الله يرحمه كانوا بزاف يسمحوا لي نسيت اسماوتهم، سكون ابيل دو لا نوستالجي غنيه تاع بكري، كانوا قاعدات عائليه يعني شغل كي تروحي ماك حتى الاحترام تام. دوكا مع كيما يقولوا شويه مع لا سيتياسيون سانيتير هذيا الناس ولات تخاف، وباش يعني باش من باش يبرمجوا لك زعما هكذا سهره ولا لازم فيها حسابات يبي كيما يقول لك نهار اللي راح خير من نهار اللي يجي. لي سوفونير تاع الصغر. اي ولينا نتوحشوا السهرات المزيانه والسهرات الحلوه حتى العاشوريه في المملكه هناك. انت كيفاش يعني حبيت نسقسيك، سمحي لي قطعتك كلامك هو الكبير، كيفاش انت تفودي رمضان ديالك هنا في القصر؟ كما قلت بكري كانت سهرات في المملكة والنور يغني لي ويغني عليا ويكتب عليا في الشعر، توا ما عادش عاد والو توا لا سهرات لا النور يغني عليا ولا حتى شيء. ماكلة ورقد وحتى نتعديو هالمشكلة في المملكة إن شاء الله يا ربي ترجع السهرات، ربي يفرج ان شاء الله هذا ويرجع النور يغني ان شاء الله ان شاء الله. ولات لقيت بها نقول له تخليناش النورية هكذايا. لا عامل فيا النوري، عامل فيا يصبح راقد، صار نحط الطنجره على النار، انا مرقتها توا حطيت الدجاج وفوحناه سكنجبير وفلفل اكحل وملح والقرفه والماء، وباش نحطها على النار باش تطيب الدجاجه. هاني نستنى. ايوا استنى طيبت شي حاجه مره من الاول للاخر؟ انا جامي نقدر يعني نقول لك بليك نقدر ندير فريت اومليت الماكسيموم. شنو تعمل فريت اومليت؟ فريت اومليت هذا واش نقدر ندير الماكسيموم. فريت اومليت كها اسهل حاجه معناها. لا نكذب عليك انا ما امبوسيبل نقدر ندير لك هذا الساكنه هذه. يستحقوك في الدار ما تنجمش تتصرف وتعمل حاجه، لازم يقولوا لي هكذا زعما انت دوك انت توري لي هكذا ويا ربي ويا ربي ويا ربي. تعاون في حاجه اخرى نخرج نقضي القضيه من كي نوري نخرج نقضي. وما تقوليش انت زاده من نوع تصبح راقد زاده. ماشي صباح نوض بلا العشيه ما نكذبش عليك. ما نوضش قبل الظهر. خاطش ما نرقدش بكري نسهر في الليل. معناتها تعدي نهارك في راقد في رمضان؟ كيما انا واش ندير؟ في رمضان تالمو كاين برامج شغل نحب نشوف كيما قلت لكم قبيله نتعلم، ما نشوفش غير روحي، نشوف كاع البرامج اللي يجوزوا. ونشوفهم سوا في اليوتيوب سوا في التلفزيون، وعلى بالك رمضان في الليل قصير. تغمضي عينك هيدا يجي سحر شغل يطلع نهار به فيه حتى تشوف روحك هيدا تقول لي مازال ما رقدتش السحر هكذا تجي نروح نجري وزر بزر براح يأذن نسحروا هكذايا ومن بعد نرقد نصيب روحي زوج ثلاثة. تولي تقوم العشية؟ قوم نحبط أنا عندي حاجة نحب نديرها، نحبط العشية الأحياء الشعبية. إيه بنة رمضان هكذا كاين شغل هكذا مارشي ومنا وين كاين زلابية القنبلوز هكذا بريوش الخبز. احنا الخبز لازم نشريه شغل دانيير مينوت. اي شد سخون. عندي هكذا سخون هذاك هو البليزير تاعي والكوستو تاعي في رمضان. انا هنا مدلتهم في القصر انا طيب الخبز. هاني نشوف. هاني نشوف. طيب في الخبز. وانت تمشي. ندي معايا وحده الغدوه ناكلها في الدار هذه. اي نعطيك برشا خبز، هز الخبز الكل. الله يحفظك الله يحفظك. اي كي تهبط للمارشي وللبلاد العربي والكل كل يوم تنوش وتشري الحاجات هذوك على خاطر باش تقصر الوقت. وكهو لا تستحقهم. كاين اللي يستحقهم وكاين اللي كي ندخل للدار نلقى خويا جاب نفس الشيء، اختي جابت نفس الشيء، نلقى روحنا ب 20 خبزه ببوايط قلب اللوز ثلاث بوايط. مش غير انا احنا كاع هكذايا. النوري انا يمشي يجيب لي القضيه. البيجي نبدا وسيطه على القضيه، بعد هو يمشي يدور يجيب نفس الحكايه وهكاك، انت تحكي لي في نفس الحكايه. نفس الشيء.
نفس الحكاية. خير ملي ما يكون والو في النهار. أي صحيح، هابش نكمل لك أنا توا الساعة قبل الطنجرة قاعدة تغلي. باش نمشي نجيب شوية مرقة من الطنجرة باش نكمل الخليط نتاعي. تفضلي تفضلي. تشوف من بعد البنة اللي باش تاكلها. أني نشوف. يعني نقدر نقول لك كاباب ناكلها قبل ما تطيبها. كيفاش باش تاكلها قبل ما تطيب؟ تلمو خلاص هي بنينة ديجا. بنينة، ما ننساوش اللي أنا عملت الفريت، قصيت البطاطا كما قلت اللي أنت تعرف تعمله. شوفي. أنا الفريت في رمضان. امبوسيبل ما يكونش في الطابله. تاكل ياسر فريت. فريت. ومش باهين. اش تقول لي اش تعمل؟ باسكو سبورتيف. غلبتني في هذه غلبتني. لا من في رمضان يعني نلعبوا لي ماتش انا نحب دير كي تقعد الساعه الاخيره هكذايا مع اصحابي هكذايا نبروغراميو. تعملوا ماتش فوت. والله ما نفورسيوش سون فورسي هي منها. شويه منها زعما باش نديروا سبور هي قاعد باش نجوزوا الوقت. اما هي باهيه. تعمل جو وتقصر الوقت وحاجه مفيده هايله ياسر اما نسام ساكن يعملوا في السبور من نوع اخر. سبور تاع الكوزينه. تاع الكوزينه مش تروحوا انتم بعد الماتش تلقاو تشقل فتر. بيان سور لازم. الفريت اللي حضرناه داكور باش بعد نحطوه في المرقه نتاعنا داكور والصوص اللي انا توا جبتها شوش باش نحطوه فيها باش نخدموا لاصوص الصوص نتاع الدجاج اللي طيبناه اللي مفوحه بالسكنجبير وفلفل الاكحل كما قلنا فيها البصل وملح. دونك المرقه فيها ديجا لكن مش نحطوا فيها مش نحطوا البصل هذه العقده اللي باش تعقد بها المرقه مولاي يحب هالاكله قويه اي وباش نحط المعدنوس نخليه شويه باش نزينوا به من بعد وباش نحطوا العظم باش نعصر عصره قارص السكينة نتاعي هيا هذه العصيرة قارص ما الله اوكي باش ما تتقهمش نحي لي دم كما يقولوا خاطر باش نحط العظم نحي الصفورية زيدا نتاع العظمة هذه العظمة الأولى عندي واحد السؤال برك مولية وشنو هو كالي لا ديفيرونس بين يعني العظمه البيضاء والصفر هذاك؟ اسال الدجاجه. مليحه هذه يا بون ريبونس كيما يقولوا. اما يظهر لي اللي قشرتها صفراء الفص نتاعها اورانجي شويه. داكور. وهذا فاتح جون. صحيح ولا؟ وي وي بصح انا كاين قالوا لي بليك البيضاء خير. غدوه نوري الدجاجه تبيض وانا نقول له شوف لي الفص نتاعها شلونه. خلاص. اوكي؟ باش نخلطوا الخليط هذايا الكل. نتعلم معاك. شوف اش باش نعمل يا سيدي يا سي بو خلفه. شوف. باش نحط البطاطا في المرقه نتاعي. نخلطوه. هذه البطاطا. باش نرمي الحمص. باش نخليوهم شويه هذه العقده اللي حضرنيها هي اللي باش نعقدوا بها المرقه نتاعنا اوكي اوكي هي انتو شحال تقعد باش تطيب كاع فيسا فيسا سيم سلابيم تلقى طاجين الكباب تحاضر خلاص باش نخليوها جوست تعقد ومن بعد باش نوريك كيفاش نزينوا طاجين الكباب نتاعنا خلاص هكيكا هكيكا وانتم ما زاد اقعدوا معنا وتشوفوا التاجين نتاعنا مزيان والا لا وعرفنا نقدموه ولا لا ما تبعدوش ما تزابيوش هذا هو طاجين الكباب ان شاء الله يعجبك كيفاش نوريا ما يعجبنيش انا راني نترعد من الجوع ديجا لو كان ما بقاوش خمس دقائق ما شكيتش نصبر يا سيدي مرحبا بيك مرحبا في كل وقت الله يسلمك الله يبارك فيك ايوا السلام عليكم وعليكم السلام الباجي واش راك اهلا ابو خلفة واش راك لاباس الحمد لله وانت الحمد لله وانت لاباس باجي لاباس توا هكا توا من قبيله بعثت يقود تقديلي باش طيبت انا عام تقعد في المرشي وين عام هذا ما لحقت شهر ها القضية اوه شنو هذا انا بعثتك تجيب
شوف اللي تبعثوا للسوق يجيب مثله. قلت لك دجاجة مش حمامة. وين على بالي أنا؟ هي قالت لي أنا دجاجة. وعلى السعدي باجي دوكا نفهمك. دجاجة ما طيرش، الحمامة طير. بصح أنا كي شريتها كان داخل كاجة ما كانش الطير. نوري يا أختي ربي معك. هي وخي ربي معايا يا سيدي، شرفتني ونورتني وان شاء الله ديما ناجح. الله يسلمك يعطيك الصحه وشكرا على الاستضافه هذه في الكوزينه. انا ما عليا غير نقول لك صحه فطورك اختي العزيزه. يعيشك وانت شايه طيبه. الله يسلمك. هيا نروح. هاي وانتم مزيدان. ان شاء الله ان شاء الله عجبتكم دبارتنا وان شاء الله عجبتكم حصتنا. غدوه في نفس التوقيت ما تنساوش، اقعدوا استنوني خاطر انا نحب ديما ديما نستنيكم. شايه طيبه وصحه فطوركم. الكباب نستحقوا بطاطا مقلية، 6 فخاذ دجاج، بصلة مرحية، معدنوس، عظم، قارص، قرفة، فلفل أكحل.